السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيام زمان، أيام الزمن الجميل، وأيام لما كان فيه طفولة بريئة، واللي أكيد مش زي الأجيال الموجودة حاليا نهائيا، واللي بتتفرج على أفلام زي الزومبي والمتحولون وأكيد لحوم البشر وأفلام رعب تشيب الشعر. زمان بعض الأهالي لما كانوا بيحبوا يخوفوا أولادهم علشان يسمعوا الكلام، كانوا بس بيقولوا لهم مثلا اعمل كذا أحسن أجيب لك العو، أو أجيب لك العفريت، أو أجيب لك أبو رجل مسلوخة، أو أمنا الغولة، أو أي شخصية مرعبة. وده كان كفيل جدا إن يخلي الأولاد تترعب تسمع الكلام مباشرة. لكن برضو في نفس الوقت اعتقد ان مفيش حد كان ممكن يسأل نفسه ايه هي اصل القصص دي من الاساس، وهل فعلا هي قصص حقيقية وكانت موجودة ولا لا. وده كالعادة برضو زي كلام كتير قوي بنقوله من غير ما كن نعرف اساسه او اصله. علشان كده قررنا في الفيديو ده نتكلم عن اصل واحدة من اشهر القصص القديمة والاساطير المرعبة، وهي اصل قصة امنا الغولة او اسطورة الغول. بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكون واحد من أول المشتركين اللي يوصل لهم المعلومة. في البداية، قصة أمنا الغولة أو أسطورة الغول قصة متشعبة جدا، واتحكت بطرق كتير وبصيغ مختلفة، واتحرف فيها كتير قوي، واتذكر إنها كانت موجودة في أكتر من عصر وفي أكتر من مكان وبأكتر من هيئة وأكتر من وصف. وعلشان كده برضو فمحدش تقريبا هتلاقيه يقدر إنه يجزم إيه هي القصة اللي فيهم حقيقية أو إيه هي أصل الأسطورة وبدايتها. لكن بشكل عام إحنا هنقول على أكتر القصص الشهيرة وأكتر وصف اتفق عليه كل اللي اتكلم على القصة مبدئيا وقولا واحدا. فأمنا الغولة أو الغول هو كائن أسطوري خرافي ولا وجود له نهائيا من الأساس. أما بالنسبة لكلمة غول فهي كلمة مقتبسة من كلمة غالو من الحضارة السومرية، واللي بتعني المخلوق الشيطاني. والكلمة دي تحديدا كانت بتستخدم فقط في القصص الشعبية وفي الحكايات الفولكلورية، ودايما الكلمة كانت بتوصف كائن ضخم ومفترس وذو ملامح وحشية. الغول اتوصف بأكتر من وصف، منها إن في بعض الحضارات اعتبرته واحد من الجن أو واحد من فصائل الشيطان. اما بالنسبة للوصف الدقيق لأمنا الغولة فبرضو توصفت بأكتر من شكل، منها مثلا انها توصفت بانها كائن برأس اسد وجسم انسان، او انها كائن بنص جسم حيوان ونص جسم انسان، او انها وحش مرعب بعين واحدة واسعة ولونها احمر لامع وعنده ضوافر طويلة ومدببة وشعر اسود كثيف بيغطي كل جسمه. اما بالنسبة لقدراتها فهي كانت بتمتلك قدرات مهولة، زي ان كان عندها قوة جبارة وبتقدر ان هي تتحرك لمسافات كبيرة جدا في غمضة عين، ده بالاضافة لقدرتها الكبيرة على التنقل في هيئات مختلفة، وده طبعا علشان تقدر ان هي تتمكن من ضحيتها بسهولة. ونتيجة للوصف اللي احنا قلناه والقدرات اللي احنا قلناها بالنسبة لأمنا الغولة فهي كانت مصدر خوف لكل الناس بشكل عام والاطفال بشكل خاص، وده بسبب ارتباط الاسطورة بانها بتحب خطف الاطفال تحديدا. أهل الجزيرة العربية في العصر الجاهلي كانوا بيعتبروا الغول هو واحد من المستحيلات الثلاثة، واللي هم الغول والعنقاء والخل الوفي. وسريعا كده على سبيل الذكر، هم دول الثلاث مستحيلات اللي قبل رابع المستحيلات اللي انت كنت سمعتها قبل كده كتير لما حد كان بيقولك ده من رابع المستحيلات. هم دول بقى الثلاث مستحيلات اللي قبلها. زمان بعض قبائل العرب كانوا بيأمنوا جدا بفكرة وجود الغول، لدرجة وصلت انهم كانوا بيخافوا يسافروا او مش بيحبوا يسافروا الا لما يكونوا مضطرين جدا، وده بسبب خوفهم من ظهور الغول في الطريق. اما اذا كان مضطر قوي للسفر وكان من الضروري انه يسافر فكان لابد ان يكون معاه شعلة نارية كبيرة وذئب، وده على اعتبار ان الغول بيخاف من الضوء الشديد، والذئب علشان حد النظر جدا وبيقدر انه يشوف ويتعرف على الجن والغول وبيقدر عليهم. وبالمناسبة ده بالفعل اللي ذكرناه قبل كده عن قدرات الذئب، واللي هتلاقيه على القناة عندنا في فيديو بعنوان قاتل الجن، وهتلاقي اللينك الخاص بالفيديو في الوصف، ده لو انت حابب تعرف ايه هي قدرات الذئب الجبارة. مبدئيا لازم نكون متفقين ان كل القصص اللي هنحكيها ما هي الا خرافات واساطير قديمة ومفيش فيها اي اجتهادات شخصية نهائيا، احنا فقط هنقولها زي ما تم نقلها وتداولها بالظبط. ولازم برضو تكون عارف ان سرد القصة ممكن تلاقي فيه اختلاف في بعض التفاصيل عن غيرها، يعني مش لازم تكون كل الروايات بنفس السرد لكن المجمل العام للقصة واحد. ولازم برضو تتقبل الفانتازيا الموجودة في الاحداث، لان دي في الاول وفي الاخر قصة خيالية اسطورية. ونبدأ
بان واحده من اكتر القصص المشهوره والمتداوله في العصر الحديث كان في عندهم اله اسمه الاله سخمت، وكانت دايما بتتجسد في صوره براس اسد وجسم انسان، وفي كتير من التماثيل بنفس النموذج ده في معبد الكرنك في الاقصر. وفي سنه 1907 في الاقصر كان في 7 اطفال بيلعبوا جنب معبد الكرنك على تل، ومره واحده اختفوا بدون اي اثر ليهم، ويقال ان الاطفال كانوا بيلعبوا جنب حائط جنب موقع حفر ووقع عليهم وللاسف موتهم. في نفس الوقت ده تم اكتشاف تمثال للاله سخمت في نفس المكان اللي مات فيه الاطفال او اختفوا منه، ومن اول نظره للتمثال كان لونه اسود ومخيف وملامحه مرعبه، وده اللي تسبب في رعب كل الاهالي الموجودين، واعتقدوا ان كل اللي حصل للاطفال هو لعنه من الاله سخمت، ورفض العمال اللي كانوا شغالين ان هم يكملوا شغلهم ويكملوا حفر، وده بسبب خوفهم على نفسهم من اللعنه. ومن وقتها وبدات تنتشر الاسطوره في كل مكان في مصر، وبعد كده اطلقوا على الاله سخمت لقب امنا الغوله. اما في قصة تاني بتقول ان امنا الغولة بالفعل كانت موجودة في عهد الفراعنة، وان في وقت من الاوقات الاله رع غضب على البشر وحب ينتقم منهم، فارسل عليهم الاله حتحور اله الخصوبة ورمز الامومة كعقاب للبشر علشان تطاردهم، وبالفعل حتحور طردت البشر الى الصحراء وبدأت انها تقتل فيهم لحد ما داقت طعم الدم وبدأت انها تدمنه، فبدأت انها تقتل في كل البشر، وده بعد ما رفضت امر الاله رع بوقف قتل البشر، لدرجة وصلت الى انها كانت قربت تقضي على كل البشر تقريبا، لكن في الاخر قدر الاله رع انه يوقفها وينقذ البشريه من الفناء. ومن هنا تحولت حتحور رمز الامومه الى الاله سخمت، واللي اتلقبت بعد كده باسم امنا الغوله، والفراعنه خلدوا ذكراها بنحت كتير من التماثيل ليها، واللي موجوده حاليا في معبد الاله بتاح في شمال معبد امون في الكرنك في الاقصر. ومن بعدها بدات جميع الحضارات على مر السنين ان هي تتناقل القصه بالاسم فقط مع اختلاف سيناريو القصه والاحداث. وفي قصة تاني برضو قريبة من احداث القصة اللي قبلها، ان امنا الغولة برضو كانت موجودة في ايام الفراعنة، وان نفسها هي الاله سخمت اله الصحراء والحرب والدمار، وان في وقت من الاوقات الاله رع غضب على البشر وحب ينتقم منهم، فبرضو ارسل عليهم الاله سخمت علشان تنشر الاوبئة، فكانت بتتجسد في جسم انسان برأس اسد، وفعلا بدأت ان هي تنشر الامراض والاوبئة بين البشر، وكانت بتخطف الاطفال، ووصل عدد الاطفال اللي خطفتهم الى 7 اطفال، الى ان لقبت بعد كده باسم امنا الغولة، وتم تداول القصة بين الشعوب والحضارات الى ان وصلت لحد وقتنا الحالي. اما في حضارة الاغريق فذكروا ان الغيلان هم عبارة عن كائنات مظلمة ومرعبة وبتسكن في جبال التبت، وكانت بتأذي البشر لفترة كبيرة، الى ان قرر مجموعة من السحرة ان هم يعملوا كمين للغيلان علشان يتمكنوا منهم، فقرروا ان هم يروحوا الجبل التبت واللي كان عليه حراس، وكانت الخطة بان السحرة هيقربوا من الجبل جدا اللي بتسكن فيه الغيلان، وجابوا نوعين من السكاكين، نوع حقيقي ونوع مزيف، وكمية كبيرة جدا من الخمور، وسابوها جنب الحراس. المهم ان الحراس فضلوا يشربوا من الخمور الى ان دخلوا في حالة سكر، وبعدها بدأوا ان هم يرقصوا ويضربوا بعض بالسكاكين المزيفة، وده على سبيل الهزار والضحك طبعا، لحد ما تعبوا وناموا. وهنا طبعا الغيلان كانوا في الجبل شايفين ومراقبين كل اللي بيحصل، واول ما شافوا الحراس ناموا قرروا ان هم ينزلوا من الجبل ويعملوا بالظبط زي ما كانوا بيعملوا الحراس، وبالفعل برضو فضلوا يشربوا من الخمور لحد ما سكروا نهائيا، وبعدها قرروا برضو يهزروا ويلعبوا مع بعض ويطعنوا بعض بالسكاكين زي ما كانوا بيعملوا الحراس، لكن المرة دي السكاكين اللي كانت قدامهم هي السكاكين الحقيقية، وبالفعل بدأ ان هم يطعنوا بعض، ففضلوا يموتوا بعض لحد ما نهوا على بعض كلهم تقريبا، الا واحد فقط هو اللي اتبقى وما ماتش منهم. ونيجي من كل اللي حصل، فحزن جدا على اللي حصل وقرر انه يعيش لوحده في الجبل، ومن الوقت ده والغول ده هو الوحيد اللي بيظهر من وقت للتاني في الجبل. أسطورة الغول أو أمنا الغولة تم تداولها بشكل كبير جدا إلى أن وصلت للروايات اليابانية، وبرضه ما اختلفتش كتير عن أصل الأسطورة اللي موجودة عند العرب، بس في الروايات اليابانية الأسطورة كانت بتقول إن الغول اسمه نماهاجي، والأسطورة عندهم كانت بتقول إن الغول بيزور كل البيوت في أول كل سنة علشان يدور على الأطفال المشاغبين ويخطفهم، والبيت اللي بيزوره وبيلاقي فيه كل الأطفال الموجودين فيه كويسين ومطيعين بيسيبه ويروح للي بعده.
وفي برضه قصة بتقول ان كان في ملك عنده 3 اولاد وعايز يجوزهم مع بعض في يوم واحد، ففكر في حيلة مختلفة وهي انه صنع قصر من الزجاج وامر اولاده ان هم يعيشوا فيه. الملك امر بعد كده بان كل البنات الموجودين في المدينة يمروا من قدام القصر اللي موجود فيه اولاده، وده علشان كل واحد من الاولاد يختار زوجة ليه، وده عن طريق ان لو اي واحد فيهم عجبته اي بنت عدت قدامه يرمي عليها التفاحة باعتبارها اشارة منه على انها عجبته وهي دي اللي وقع عليها اختياره وعايز يتجوزها. وبالفعل اول ولد من اولاده عجبته بنت فرمى عليها التفاحة، وجيه الولد التاني نفس الموضوع. اما الولد التالت فبعد ما مر عليه كل البنات الموجودة في المدينة مفيش اي واحدة عجبته، الى ان تبقت بنت واحدة فقط هي اللي معدتش من قدامه، والملك كان كله امل في ان البنت دي تعجب ابنه بالفعل. وبالفعل مجرد ما مرت البنت قدام ابنه رمى عليها التفاح مباشرة، ففرح الملك جدا وقرر ان هو يعمل حفل زفاف كبير واسطوري لكل الاولاد في يوم واحد. لكن بكل اسف وبطريقة ما اكتشف كل الموجودين ان البنت اللي اختارها اخر ولد ما هي الا غولة، واختلفت الروايات في طريقة كشف الغولة دي. فبعض الروايات قالت انه مباشرة بعد حفل الزفاف تم كشف حقيقتها، وفي روايات قالت ان تاني يوم من الزواج اكتشف الملك نفسه حقيقتها وهو بيزور ابنه في قطه وشاف البنت على حقيقتها بعد ما تحولت لغولة. وفي برضو روايات قالت ان بعدها بفترة اكتشفوا ان في ناس في القصر كل يوم بتختفي، الى ان تم كشف ان هي اللي بتخطفهم وبتاكلهم. المهم ان بعد ما اكتشفوا حقيقتها هرب الملك وكل اللي كانوا موجودين في القصر الا الزوج. لما حاول انه يهرب لحقيقته الغولة وقالت له انه ما يحاولش يهرب ابدا لان هي خلاص بقت قدره، وانه لو حاول يهرب المسافة اللي هو هيقطعها في 3 ايام هي هتقطعها فقط في لمح البصر. المهم ان الزوج ما يقس، وفي يوم من الايام حاول انه يهرب على حصانه، لكن الحصان اتكلم وقال له ما تحاولش تهرب لانك مهما هربت بعيد هي هتقدر توصل لك، بس علشان تتخلص منها روح عند المهرة اللي هناك دي واسمعها هي هتقول لك ايه، لان هي اللي عندها الحل. وبالفعل راح للمهرة وسألها ايه هو الحل، فقالت له ان انت قدامك حل واحد وهو انك تجيب 3 عيدان من الخشب، عود احمر وعود اسود وعود ابيض، وبعد كده تهرب، ولما هي تحاول ان هي توصل لك ارمي العود الاسود وده هيعمل ما بينك وبينها شوك كتير جدا وهتقدر تاخد وقت اكبر علشان تهرب بعيد عنها، ولو لحقتك تاني ووصلت لك ارمي العود الاحمر وده هيعمل ما بينك وبينها نار كبيرة وده برضو هيديك فرصة اكبر في انك تهرب بعيد عنها، لكن برضو لو وصلت لك تاني ارمي العود الابيض وده هيعمل ما بينك وبينها 7 بحور وهيخليك فعلا تقدر تهرب وهي مش هتقدر تلحقك للابد. لكن بكل اسف انت في الوقت ده مش هتقدر ان انت ترجع للمدينة تاني ابدا او تقدر تشوف اهلك. وبالفعل نفذ كل كلام المهرة وقدر انه يهرب من الغولة. وفي قصة برضو بتقول ان في غولة حبت شخص عادي وبسيط جدا فاتجسدت على هيئة بنت في منتهى الجمال علشان تعجبه، وبالفعل عجبته وتجوزه وكانوا عايشين بشكل طبيعي جدا وربنا رزقهم بولدين. وفي روايات تاني بتقول ولد وبنت. المهم ان هم كانوا عايشين حياة طبيعية جدا، وفي يوم من الايام لاحظ ان الزوجة بتخرج بالليل بعد ما هو ينام وبترجع قبل الفجر وده من غير ما هو يحس ولا ياخد باله، فاستغرب جدا وقرر ان هو يخرج وراها ويراقبها. وبالفعل في اليوم اللي بعده خرج وراها بعد ما هي خرجت مباشرة علشان يراقبها، وفضل ماشي وراها لحد ما وصلت لوحدة وقابلتها واتضح من كلامهم ان هي اختها، لكن فجأة الاتنين اتحولوا لهيئتهم الحقيقية اللي هي هيئة الغول المخيفة، وبعد كده برضو اتحركوا من مكانهم وفضل هو يراقبهم وده لحد ما وصلوا للمقابر وبدأ ان هم ينبشوا في القبور وياكلوا الجثث. المهم ان الزوج اترعب من اللي شافه ورجع على البيت مباشرة، واول ما رجعت الزوجة للبيت في شكلها الانساني اللي هي عايشة بيه معاه صرحها بكل اللي شافه وقال لها ان انت مش بشر زينا، وده اللي خلاها بالفعل تعترف بحقيقتها وتتحول لهيئتها الحقيقية، وهددته ان هي من الممكن ان هي تموته وتاكله بعد كل اللي شافه واللي ما كانش المفروض ان يشوف، بس هي هتسيبه علشان فقط يربي الاولاد وان هم فقط اللي منعوها ان هي تأذيه، وسابته وهربت. ودي تعتبر مجموعة من اشهر القصص المتداولة عن اسطورة الغول او امنا الغولة. واخيرا تعتقد ايه هي اكتر قصة كانت مقنعة بالنسبة ليك، وهل انت كنت من ضمن الاطفال اللي بيتم تخويفهم وهم صغيرين باسطورة امنا الغولة وابو رجل مسلوخة، ولا كنت طفل مسالم؟ قول لنا في التعليقات وبس.
ده كان كل اللي عندنا عن حقيقة أسطورة أمنا الغولة أو أسطورة الغول. وزي ما اتفقنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تكون واحد من أول المشتركين اللي يوصلهم المعلومة. ونشوفكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة. السلام عليكم.